مرويت ندز من على الشان شمكو فيا عمر 53 عام مازال عمري انا ولدي وبنتي مستحقيني تو حاليا عليه حرام عليك ب 400 كري وما يبضوا منش جيب باش نمشي نخدم راقصه انا عقب عمري هذا من جيب الفلوس فماش حاسس بيا هو باش نمشي نبصم له نقول له وي يرحم والديك سايد راسي بلدي خاطر قديت الكياس بتاع الكرم شد بيا انا الفكارين والسماء والعرس شنو نعمل بيهم بلادي كي نشوف والمسخ شوف هكا الحاله توا هذيك كياس هذيك بلاصه باش نحطوها توا هذيك بقعه انت ما تنجميش تدوري برويت ونقد لكم ونعمل لكم عمل لهم في جنة ذراع وينهم جماعه السوق وين جماعه المرشي الكل مساكن خارجه تيجي شوفي المطر اليوم الناس كلها هكا تحت الحيوط بري شوفي نصب لداخل هكا هك تجمش تدوري ما تجمش تحطي روحك وعدهم باش يوسع ويزين وينظف باري تولي توا غاد حتى حد وعندهم الحق ما همش غلطين يا بنتي اقسم بالله العلي العظيم زايده قعدتوا غاد بروح توا لداري ما عنديش حق نشتري فطور مثلا ثلاث ايام هو يوكل فيا نعجب في الخبز في خبز فطير علي حرام عليه والله حرام عليه فمه هو قدام الناس الكل قال لي اخدم على روحك وما يهمك في حد وانا لو عدت نعمل لكم خيمه 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 هاي وين هاي هاني متبردك مانيش نتيتم له وانا يسيبنا نخدمه كنا نهبطوا فريد وخرده وصبابط ودبش بلاستيك الكل تهز بعض تو اصبحنا ربنا كما خلقتنا اقسم بالله صدقيني يا اختي اقسم بالله رانا صدقيني متحطمين كل اللي عنده كل اللي ما عندوش كل حوات كل خضار كل زازار كل فريب كلها كل كيف كل تعوم في بحر واحد ماشي كامل محفر عندي بريت وعندي ذراع اقسم بيد ربي انا انت وعدتيني قلتي لي يا نورة راني انا باش نقد لك وضعيتك ونسوي لك امورك انتصاب الفوضي بصفه عام اصبح مسكر علي الكرم ويمنع منع بيت انتصاب الفوضي 500 خطيه وزيد زياده قسمنا قطعونا من غادي اصبحنا بطلنا ناس الكل وداني كيما هكا الجمعه هذه شتاء كامل تضرب ما تنجميش تخدم تبيعيش حتى صباط وين باش تبيعي وين باش تمشي كانت جيتي حاميتني وعملت لي كيما وعدتيني قلتي لي قيتون وتتاي وتتا وكل لغه فهمتها نتاع الكراسي باش نحنا يحيى سيد الرئيس وبعد تجبدي بي كيفاش وخيتي انا باش ناكل خبزه منين باش ناكل وعدني فتح العيون ودوسيه عنده ومسجله عنده تعرفي قداش عندي انا توا نخدم في الشارع فوق 9 سنين ولا هي 8 سنين تدخل في 10 سنين من ايمه الثوره علاه يا بنيتي هكا توا انا مطالبه مني ما يشرب المستحيل طالبه قيتون نقعد تحته كي دجاجه حتى العشاء نتاع الليل ونروح اش يهمك فيا انت نتبل نتمرمد شي مشكلتك انت منح الناس الكل وخلى 5 ديسمبر تخدم اش معناه هما خير منا نحنا زعما هما بانين كياس كياس سكروه كياس تطلع الكار تمشي على جنب ونحنا كي نجيو نهبطوا الكرم نخدموا لا لا اش معناه هما حلو ونحنا حار يا بنتي مانيش طالب المستحيل اش يهمني خل تخدم الناس الكل انا حاشي ببلاصك العباد صباح على خير ما حاشي بشيء لا من فتحي العيون لا من قيس سعيد ما حاشي حتى بشيء حاشي بحويجه تحطني كيما هكاي تحت 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 رحمه ربي يا رسول الله عنده قداش يخدم ولا هنا لا في الكرم عملش لينا حاجه الانتصاب الفوضوي الانتصاب الفوضوي صدقيني رانا حالتنا حليله حالتنا حليلة تصوري انت يجي حوات البرة مثلا يبيع الحوت ب 7000 فرنك وهي مسكينة البرة لهنا خرجت على خطة وما تجيش اقسمهم كلهم اتخذ الداخل ونقد لكم ونعمل لكم عمل لهم في جنة ذراع وينهم جماعة السوق وين جماعة المرشي الكلها مساكن خرجت تيجي شوفي المطرة اليوم الناس كلها هكا تحت الحيوط بري شوفي نصب لداخل هك
هك تجمش تدوري، ما تجمش تحطي روحك، وبعدهم باش يوسع ويزين وينظف باري تولي توا غاد حتى حد، وعندهم الحق ما همش غلطين. يا بنتي اقسم بالله على العظيم زايده قعدتوا غادي، انا نقولها لك، نخدم على صغاري على ولادي كرايه ربي يعلم بحالي انا لهنا، اما بالحق والله العظيم تعمل علينا مزيه. عايش اختي وصله له المساج، ما طالبين ما عنده حتى شيء، كان مازال هو حاجته بالبلديه وباش يحسن لنا وضعيتنا، ومازال هو حاجته بشكون يجي يصححوا له اللي هو معنا به، يحسن لنا مستوانا منهم من يعمل لي حتى حمايه الاخر نقعد تحتها ويسيبنا نخدموا بلاك 500 اختي. أنا سايبوني نخدموا في الكرم كما كنا نخدموا، نصور في خبز ما شاء الله، العباد تجينا من المرسى ما حق الويد هكا العباد علينا، ونجيبوا في شوية سلعة وديما الدومان يدور ممنوع منع بيت اللي أنت صابوا فيه 500 ألف دينار أختي مناش جايبها. أبا هم يخدموا في وسط البلاد بلا يجاوبيني يا أختي العزيزة، فسري لي بركة وكا هو كان أنا غلط قولي نورة أسكتي. تو بلاد كامله تخدم الكرامه مسايبه يقولوا تحت الحيوط تحت المجازنات كذا، وانت جاتك في كياس 5 الكرامه سكرته وعليش؟ انا ما يهمنيش فيها راني والله العظيم لا يوكل فيا، انا نوكل في روحي. نهار الشاكي ما كان شد خربتي شد داري ولادي صغار وربي يعلم بحالي، والله العظيم 30 اللي بعد صبات برا شوفي ناس تو نعديها لك برا شوفيه. الانتصاب الفوضوي ممنوع بالقانون، ممنوع هو اللي منعه. برا شوفي تونس العباد على بعضها تاك 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 وقدام المخزنات، شكون كلمهم في تونس؟ كلام حتى حد، هو اللي منع الانتصاب الفوضوي من ايامات بورقيبه الله يرحمه مسكين، وايامات الزين الله يرحمه مسكين، ما صارتش الحكايه هذي. يجينا بوليس من ايامات بورقيبه والزين يخلونا نخدموا، حد ما كلمنا، جا هو منع الانتصاب الفوضوي عليها من مخالف. يا سيد رئيس البلديه، يا سيد رئيس الدوله، خلي العباد تخدم، الناس ما عندهاش ما طالبين شيء، ما عندناش والله لا عنا، والله لا عنا، مانيش نتشتم له وانا يسيبنا نخدمه. كنا نهبطوا فريد وخرده وصبابط ودبش بلاستيك الكل تهز بعضها، توا اصبحنا ربنا كما خلقتنا. انا مروحه توا لداري ما عنديش حق باش تاب فطور مثلا ثلاثة ايام هو يوكل فيا، نعجب في الخبز في خبز فطير، علاه حرام عليك؟ والله حرام عليك. انا وعدني، انا وعدني بفمه وهو قدام الناس الكل، قال لي اخدم على روحك وما يهمك في حد، وانا نوعدك نعمل لكم خيمه 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 هاي وين هاي هاني متبردك. وزاد يمنع ومنع بيت انتصاب فوضي بلاكه وتعدي على الكرام وتو صوره ونمشي نخدم بالسرقه. هبطنا خدمنا الاولاد وكل لمين بعضنا، وجدت البلديه لمتها تو سلع الاولاد في وسط البلديه مخبي عندك شو اسمه الاساواس ولا شو يقولوا له، علاش ملاين ملاين بتاع الفريب مساكن ربي يعلم به. انت ماشي بك ماشي قاعد يخدم، والله لا هو قاعد يخدم، هاك يجيو كعب وكعبتين مساكن يدبروا في روسهم، ومن بعد في العشين مشوا طيروا مصرفنا غادي تو ساي مشي كل شيء. يا بنتي مانيش نسخف فيهم انا، ولا باش يعطوني يجيبوا لي انا عصا سحريه، سايبوني شمكوا فيهم من دز برويت ندز ما نعرفش شمكوا فيا عمر 53 عام، مازال عمري انا ولدي وبنتي مستحقين لي تو حاليا، عليه حرام عليك ب 400 كري وما وضو نجي نجيبها باش نمشي نخدم راقصه انا عقب عمري هذا مش نجيب الفلوس فماش، نمشي للاولاد اعطيني دبوزه زيت تاخذ كي ربي تو نخلص، نمشي للحماس كرديني في تيكيت تاخذ نخلص كي شومي. وصلنا للوقت هذا ما عادش فيه، اجي طول لي انت بجاه ربي الراحي لنهار لا كاميرا لا شيء، واجي شوف بري لي كيف ولد بلادي بري لي كيف، وشوفي انت رئيس البلديه نتاع الكيف نحبوه نموت عليه، يجي لك الزوالي واللي لبس عليه واللي ما عندوش خلاص يلسقهم في جنب بعضهم ويقول لهم انا ابوكم انا امكم، صلي على النبي يقول له استهدى بالله وخاف ربي. شوف الزلزال شوف الزلزال اليوم، فكر فكر فيه اليوم وقبل الغدوة على خاطر ما تدريش عليها، ايه يهلكني رب اقسم بالله صدقيني يا اختي اقسم بالله رانا صدقيني متحطمين، كل اللي عنده كل اللي ما عندوش كل حوات كل خضار كل زازار كل فريب كلها كيف كيف كل تعوم في بحر واحد. الوقت هذا رانا نخدموا في الكرم شتاء ولا صيف، الناس تعمل ريدواتها تركح تركح بيشانها وتقعد تحت الواح، تجي العباد علينا ما شاء الله تعدي صورة تشوف. انا ما طالبه منك حتى شيء ومن خوك حتى شيء، طالبه منه هو حاجه برك، طالبه منه هو حاجه برك، يسيب العباد تخدم. راني انا فديت فديت على الاخر، فديت من البرد وفديت من الشتاء، صدقي اقسم بالله العلي العظيم يا نخدم صدقيني بالسرقه على البلدي. وعلاش اخي شنو هو شنو هو علاه نخدم عليه ما عندك بالسرقه انا علاه
توكل فيا تشرب فيا تعطيني في الصبابط. اليوم انا دبر صباط ب 10000 غدوه نبيع ب 20. انت تعطي فيا في حق الكوبي ترانسبور نتاعي باش نهبط لتونس وندور ونتشحت في هذا وهذا، اعطيني برسمك وكرديني فيه تاخذ خلصك. حاسس بيا هو باش نمشي نبصم له نقول له وي يرحم والديك سيد رئيس البلديه خاطر قديت الكياس نتاع الكرم، شنو تبيا انا الفكارين والسماء والعرس شنعمل بيهم بلادك؟ اجي شوف ولا صق شوف هاك الحاله تو هذاك كياس هذيك بلاصه باش نحطوها تو هذيك بقعه انت ما تنجميش تدوري برويت. انت كي حسنتي مستوى الكرم حسني مستوى النصابه معاك على الاقل. زعيمه كان في الخطيه اختي هاي نمشي نجيبها لك اختي هات نمشي نصب قدام بلدي وانا نحبوا عامل عيوني هذا ولا شنو سامو فيه نحبوا يا خويا يجي يحكي معايا تنصب قدام بلدي ومش نصب ندخل تحت الحيط تحت البلدي هبتي مانيش طالبه المستحيل كاري من عام 85 لهذه ساعه 2000 وقداش 23 وانا كراي تعطاني هو لا الاولى لا الاخرى لا الثاني ما عطاني حتى حد كر ربي سبحانه عايشين برحمه ربي. ريت المارشي هذا تدخل راك تبكي عليه خسر عليه مليار ومن بعد نخرجوا لبرا تخسر على مشروع مليار سامحني نور تدخل تخسر عليه مليار ومن بعد ننصبوا لبرا على انا انت على انا روبير عملته على انا روبير انت خليتني ننصب لبرا كل احنا ريتنا احنا عنا استنصابي عائله كامله ما شاء الله نصابي عمومات معناتها احنا عرش واحد فهمتني مع بعض الكل هلا قعدوا واحد اخر ناس خرجنا نحن بحكم علاش كي تسيبت الفوضى ما عادش داخل لك الكليون داخل ما عادش حتى حد داخل لك يلزمك بالسيف عليك بالسيف عليك تخرج تنصب مع الناس رصت لي معناتها بون شريت الحانوت هذاك معناتها فون كل شيء ورصت لي كيما نقولوا بنت صبيه مطيشين وانا ندفع في الكريال هذا بعد جيت تقول لي اعطيني كريال واحد سامحني فهمتني راه يلزمها نظام يلزمها رجال تحس عليها راك شد كرسي تشد ادفنوا معاك ترى يا خويا خلي العباد تعيش رانا ناس زويونه عندنا طبقه معينه يا ودي راهو يعلم ربي بحاله كيفاش رجال تمشي تسعى من 10 نتاع الصباح يلقى روحهم بعد في كياس حبر على اختي عندك فيلا سامحني نورا عندك فيلا مخليتها وتسكن في كوخ وتخزر الفيلا نتاعك هكاك عليه مصابينا مرشينا محليه وكل شيء لا يزيد التقسيم نتاعو ما نجحش في التقسيم هذا لولاني سامحني ما سامحني كلمه برك بالله اختي سامحني تو نقولوا سنه مثلا ربي بقى عليها ست بنصبتها وامورها واضحه وخاطر عند الحق فدت وخرجت لبرا ماهيش زايده من المجتمع انت واعدني انا كراي ما عنديش صغار دار ما عنديش سماء ما عنديش وطا عندي كان بروت تحكم فيا ووعدني باش تعطيني نصبه ووعدني باش تعمل لي خيط في الحياه تعمل لك تقص بي براس امك اي حرام ولا حلال تصلي وتعرف ربي انت انا حشي بي حشي بي حاشي بيه باش نوصل لك انت هي ولا غيرها وعود كذبه لها الناس هذيا راهي من حقها تسقط لكن بنظام اعملوا لهم بلاص اما هذا راهو ميساج راهو انسى هو ولا غيره باش يجي نهار يخمم باش يخرج ناس عندها 60 سنه لهنا خاطر احنا سامحني نورا اللي في بالنا بيه وكونه يحبوا يخرجوا ناس عندها 60 و65 سنه هنا باش يمشي والله يهزهم بلاص اخرى رانا احنا يا اولاد المرشي رانا اللي عندنا نصابينا شوف سامحني قريب 100 نصبه رانا رافضين الاقتراح هذايا رفضا باتا احنا ما حشنا بشيء احنا سمعنا كونه الله اعلم باش ما نظلموش الراجل وكونه في قضيه نتاع جد ولا ما نعرفش شنو هي الله اعلم حب ياخذ هذاك علاش مخلي الفوضى باش تبدا اجراءاته سهله وكونه ما يلقى لحظه بقى نور معناتها كي باش خرج عباد مش كيما راهو يبداو الداخل مش كيما بداو البرا تبدا سهله الحكايه احنا سمعنا وكونه قال نتاع جدي وما نعرفش شنو نتاع جدي نتاع جيت معناتها ارض جدودهم ويحب ياخذ اش تاخذ 60 ولا 65 سنه برتو انت والدوله اش مدخلنا نحن اش مدخلنا ذي اللي سمعناه والله اعلم باش ما نظلموش الراجل اما رانا رافضين رفضا قطعيا وكونوا نخرجوا من المارشي نتاعنا انت اش تحب تعمل تحب تعمل بروجي اخر فما الانتصاب الفوضوي في 5 ديسمبر اللي يحصر على 5 ديسمبر يحصر على ريت هذاك الكل والناس الزايده اللي لهنا من حقهم باش يخدموا اعمل لهم بلاصه لم امل القدم اللي لهنا يقعدوا في نصابيهم ترضى انت اختي بدارك عمرها 100 سنه خاطر عندك انت ناس جاوا عملوا اكواخ تحت دارك يولوا يهزوك انت مثلا اكزومبل للعقبه ولا وين انت وياه لا خويا هز الزايد انا خليني في داري انا هذا راهو دارنا رانا القدم رانا ما نخرجوش مهما يصير رانا انا مستحملين كل شيء اما راك باش تجي باش تخرجنا من هنا على اساس باش تهزونا لبلاصه اخرى هو ولا غيره رانا ما نخرجوش رانا ما نخرجوش رانا ما نخرج كي تصير ما يصير جيت نحي لي خبزتي عادش مزيان باش تهزني وين؟ وين باش تهزني؟ كليونات نظاف اللي عندنا لهنا والدنيا راهم يمشيولكش بلايص اخرين انساها ساي الناس تربيت معانا من الصغر للطول اللي كبروا باولاد ولادهم احنا معاهم لهنا هذايا مرشينا
هذا رانا استانسنا به اكثر منه. ليه؟ الكرم ان شاء الله ربي يصلح رايه، الكرم برجالها بدنيتها ان شاء الله يجي من يخاف.